الأجواء الحالية أو حتى المستقبلية في المستقبل القريب بتشير إلى اتجاه العالم كله إلى مشاكل كبيرة في قطاعات الطاقة والغذاء والتضخم، مع أيضا بطء للنمو الاقتصادي. بحسب التوقعات اللي بتصدر عن أهم المراكز الاقتصادية خلال هذه الفترة الحالية، تصريحات أيضا أغلب الاقتصاديين العالميين بتؤكد أن التضخم ما زال في مستويات مرتفعة، وأن معدلات الفائدة بتتصارع حول العالم بشكل ينذر بتوقف مختلف الأنشطة الاقتصادية. أيضا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، هناك حالة كبيرة من الفوضى بتسود في سلاسل التوريد والإمداد وبتتفاقم وبتحاصر الجميع، مع ارتفاع لأسعار النفط والمواد الغذائية وغيرها. التصريحات يمكن الأخيرة لخبير الاقتصاد العالمي وكبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانس محمد العريان كانت الأكثر حدة، لأنه توقع أن يحل الركود محل التضخم باعتباره المحرك للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي. قال أيضا إن النشاط الاقتصادي العالمي هيتباطأ بشكل كبير بالتوازي مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عقود سابقة. للمزيد من التفاصيل عن التوقعات المستقبلية للأزمات العالمية وحقيقة النظرة التشاؤمية، بينضم لينا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، بعد التحية، إلى أين نذهب في الاقتصاد عالميا، وكيف يمكن للمواطن تحديدا المواطن المصري أن ينجو من هذه الأزمة؟ بداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين في كل مكان. طبعا ما زالت الأزمة العالمية بتلقي بظلالها على اقتصادات العالم أجمع، والنهاردة بنشوف مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة لم يمر بها العالم منذ عقود من الزمن. بنشوف التضخم اللي بقى وحش كاسر بيهدم القوى الشرقية وبيزداد يوم بعد يوم. بنشوف العقبة الأكبر دلوقتي في الوقت الحالي هي حالة الركود اللي صاحبت المعدل التضخم، أو بما يطلق عليه الركود التضخمي. يمكن عشان كده دايما الأغلب الاقتصاديين أو أغلب مراكز التحليلات الاقتصادية بتتوقع أن 23 هيكون أشد صعوبة من عام 2022، ونتوقع في تراجع في عجلة الإنتاج على مستوى العالم نتيجة تضرر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. كل طبعا هذه الأمور بتلقي بظلالها على المواطن البسيط اللي طبعا اللي هو المستهلك النهائي لكافة السلع والخدمات، اللي طبعا بيتحمل كافة هي الفكرة. أنه الحقيقة يعني على المستوى المحلي، لا، مصر بتقوم بدور مهم جدا في الوقوف مع المواطن المصري. احنا بنتحدث دلوقتي مع حضرتك عن كيف يمكن للمواطن بشكل عام عالميا أنه يتعامل مع هذه الأزمة، خاصة أنه احنا بنتكلم عن التضخم، بعد كده بدأنا نتكلم عن الركود، والعالم كله بيعاني من هذه الأزمة. يعني 9 من كل 10 في المستوى الأوروبي أو في أوروبا بيعانوا من هذه الأزمة. بالفعل يمكن احنا لو بصينا، احنا بنتكلم النهارده بصفه عامه على مستوى العالم، الامور بتزداد سوء يوم بعد يوم. النهارده تكلفه المعيشه بترتفع، تكلفه يعني النهارده المؤثر الاساسي النهارده في او المحرك الاساسي في ارتفاع الاسعار هو تدرج سلاسل الامداد والتوريد، سواء الغذائيه او في اللي تخص الوقود وما تحمله من تبعيات ارتفاع وسائل الشحن، ارتفاع المواصلات، ارتفاع تكلفه المعيشه بالكامل. يمكن زي ما حضرتك تفضلتي، مصر كان ليها دور او ليها تجربه في مظله حمايه اجتماعيه بتزيدها يوم بعد يوم على قدر المستطاع لمجابهه هذه الامور وللحد من يعني تاثر المواطن البسيط بيها. لكن النهارده بنشوف التجربه النهارده على مستوى العالم، لا، الامور بتزداد سوء يوم بعد يوم. النهارده السلع الاساسيه ليست فقط في ارتفاع الاسعار، لا، المشكله ان هي انخفاض تواجدها في الاسواق، بقت في محدوديه في العرض للسلع الاساسيه اللي بيحتاجها المواطن. يمكن احنا بنشوف النهارده في الاسواق الاوروبيه واسواق امريكا، المواطن بياخد سلع اساسيه بيبقى في تحجيم في المعروض، او ان هو بيستلم ازازه واحده من الزيت او كيلو واحد سكر. فكل هذه الامور طبعا بتقول بتنذر ان الامور لسه مستمره. فطبعا لزاما على الجميع في الفتره الحاليه هي طبعا ترتيب سلم الاولويات للاحتياجات الشخصيه. طب هي يمكن هي يا دكتور محمد اذا سمحت لي، الدائره متصله. يعني الموضوع بدا بازمه في الطاقه عالميا، ثم تحول الى ازمه في الغذاء، ويعني بدات في اسعار الغذاء، وبعدين تحولت الى حتى زي ما حضرتك بتذكر ندره وجود بعض المحاصيل وبعض المواد الغذائيه في الكثير من الاسواق العالميه. وبعدين دلوقتي بنتحدث عن ازمه اخرى نقديه بقى، وبنتحدث عن ان ارتفاع اسعار الفائده وما يعني لمواجهه التضخم طبعا، والموضوع ده ازاي بيأثر بشكل كبير على الاستثمارات المختلفه بقى، على فرص العمل الى اخره. الحلقه دي يعني دائره متصله، بدايه كسرها تبدا منين عالميا ايضا؟
يعني خلينا نقول ان احنا في دلوقتي هي تقريبا بقت حلقه تقريبا زي لعبه الدومينو، ان حركه بتؤثر في بقيه الحلقات، فهي الخروج من هذه الازمه اعتقد طبعا هي بوصول المحرك الاساسي ازمه عالميه، فبدايه حلها هي برضه هي الازمه العالميه النهارده اللي يصل الى طاوله الحوار ما بين روسيا واوكرانيا، هي دي هتكون بدايه الانفراج ان يتم من خلالها كسر هذا الحلقه او تتابع في المؤثرات، ان يبقى في حلقه يعني نقطه حوار ويبتدي من خلالها التعافي في سلاسل الإنتاج والتوريد، يبتدي من خلالها انكسار في حدة ارتفاع أسعار الوقود أو اللي هو المؤثر الأساسي في ارتفاع بقية السلع أو الخدمات. أعتقد إن هي دوت هو الأساس في هذه الأزمة. كان النهاردة بنشوف أغلب الدول النهاردة بتنتهج نهج إصلاحي في اتجاه السياسة النقدية، وفي الوقت الحالي يمكن هو بيزيد من معدل الركود اكثر منه بيقل من معدل التضخم، لان المؤثرات النهارده بقت متضاربه. المفروض اقتصاديا ان معدل الفائده لما بيزيد بيحجم معدل التضخم. النهارده مع النهارده بقى في عامل جديد ان هو في حاله من الركود بتزيد او تكلفه المدخلات الانتاج اللي اغلبها بالاعتماد الدول على بعضها بتبقى مستورد، فالنهارده كل هذه الامور طبعا بتتحمل تكاليف اكتر منها، فبتزيد في معدل التضخم معدل الركود بجانب التضخم، فعشان كده الامور غير متضحه. فاعتقد النهارده باتباع سياسه نقديه متشدده وارتفاع سعر الفائده يوم بعد يوم بيتجه الى تقليل الاستثمارات وتراجع عجله الانتاج على مستوى العالم، فهي دي اللغه او الجمله الباينه والظاهره للجميع. وعشان كده بقول حاله الضبابيه وعدم اليقين في القادم هي يعني هي الواضحه للكل، وعشان كده بنقول صحيح. لازم نبتدي من الفرد ان هو يرتب سلم او سلم اولوياته ليقدر ان هو يتواكب مع الحقيقه. يعني هي ازمه عالميه دكتور محمد، يعني بره في ناس عايشين في امريكا وكذا، لما نتواصل معهم بيقولوا ان احنا ما نقدرش مثلا نشتري الا سلعه محدوده جدا وممنوع ان انت تشتري غيرها، يعني الموضوع ازمه عالميه وازمه ضخمه بالارقام والاحصائيات. لو اطلعنا على الاقتصادات العالميه هنشوف قد ايه المواطن الاوروبي او المواطن في امريكا او في لندن او في دول عالميه مختلفه بيعاني. دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا.